أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد الكفار يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟ إلى مصلحة المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب، وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ليس هذا من الموالاة، هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون. نعم، أنا أقول أنكم ما تفرقون الآن بين هذه الأمور، ملتبسة عليكم جدا. نعم.